طبعا اول ما وصل للخضر بعد العناء الذي وجده والنصب الذي وجده قال السلام عليكم، فقال وهل بأرضك من سلام وأن بأرضك السلام. يا الخضر عليه السلام وهو من خيرة أولياء الله الصالحين أو نبي من الأنبياء على الاحتمالين المختلف فيهما بين العلماء، إن الأرض دي ما فيهاش سلام، وهل بأرضك من سلام، يعني الشر منتشر قوي للدرجة دي. ما إن الخضر يقول لموسى في حد بيسلم، وهل بأرضك من سلام وأن بأرضك السلام، كيف بأرضك السلام، يعني الشر كان منتشر للدرجة دي. صحيح، سبحان الله. وبعدين يركبوا سفينة مع مساكين يعملون في البحر، ما يكونش هناك حل لعلاج مشكلة الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة غصبة إلا أن يتحمل المفسدة الأقل بخرق السفينة. طب ما كانوا يدعوا ربنا، يا ربنا يغرق الماء، ده سيدنا موسى، ده الخضر، ها ده أي حد بقى، وبعدين الناس مظلومين. طب ما الملك ده البحر يغرقه في لحظة، ما غرق فرعون. الاقتراحات دي اقتراحات غلط، اقتراحات بتاعت واحد عايز يستريح. لكن الحقيقة ان هو عشان تعرف سنة ربنا في الكون، ان 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 الملك ده موجود وسيدنا موسى والخضر موجودين والارض ما فيهاش سلام والناس غلابه يعني بالعافيه ماشيين، وهو لو شاف السفينه صالحه ايه هياخدها غصبه ويرميهم هم في البحر، يقتلهم قرصان بقى من القراصنه، وملك واكيد معاه جنود واكيد في ارض بينزل عليها عشان يمارس، والشر مليان سبحان الله. ومع ذلك الحل مش كان ان احنا نقاتل الملك ده، ولا كان ان احنا ندي عليه ربنا غرقه، فضل الملك موجود وده شاف السفينه ولقاها مخرومه وايه وسابها ومشي، وفضل يعمل دور على حاجه تانية ياخذ ايه كل سفينه صالحه غصبا. سبحان الله، هو ربنا لماذا جعل من يفسد فيها؟ السؤال بتاع مين؟ بتاع الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون من ورود عباد الله الصالحين. مش شرط عباد الله الصالحين يكونوا هم دول ملء العالم، أو إنهم أعلى الناس قوة وقدرة وسلطانا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من ممكن من الأنبياء، أمته تنتشر في المشارق والمغارب، والتمكين كان له سنتين اللي هو بقي فيها في فترة الوفود، يعني أمته تتوالى عليها المحن والفتن، نسأل الله العافية. يبقى إذن المهم إن إحنا النتائج مش علينا، المهم إن إحنا نعمل إيه المقدور لنا، النتيجة بعد كده تيجي زي ما تيجي. أنا قاومت الشر، أنا نشرت الخير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنت شوف سيدنا موسى دخل كم قرية أهلها لئام، كام واحدة عندنا مصر طبعا كانت مليانة لقمة كتير أوي، لكن القرية اللي راحها بتاعت الفتاتين المرأتين، تخيل إن أهل البلد كلهم مفيش واحد عنده شهامة يخلي البنتين الضعيفتين يسقوا معاه او يسقوا قبل الناس زي ما سيدنا موسى خلاهم يسقوا بقوته، لا دول هم بيركنوهم على الاخر. وراح القريه بتاعت ايه الغلامين اليتيمين، استطعم اهلها، كانوا قوما لئاما فابوا ان يضيفوهما، نوعيات عجيبه من البشر. على سيدنا اكرم خلق الله عليه في ذلك الزمن يمر على هذه النوعيات من الايه من الناس، ويقولوا طب وكلونا ما فيش اكل، روح امشي بعيد، نوعيه عجيبه. فابوا ان يضيفوهما فوردا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه عشان يحفظ، لان هؤلاء اللئام لو وجدوا الكنز، لو انقض الجدار ووجدوا الكنز لاكلوا ذلك الكنز على الغلامين اليتيمين. ف
سبحان ربنا له حكمة بالغة في وجود أنواع الشر والفساد وسفك الدماء لكي يقاومها أهل الخير، ولكي يقول ما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يبقى إرادة، نية، إرادة في الإصلاح قدر الاستطاعة. نعمل الكلام ده ونبدأ بنفسينا وباللي حوالينا، بالأسرة، بمجموعة نرتبط بيها، نتعلم مع بعض، نتعاون مع بعض، نصحي بعض الفجر، نلتقي على كما ذكرنا آية حديث، مسألة من مسائل التوحيد، مسألة من مسائل الفقه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التهذيب وإصلاح النفوس، نتعلم هذا بانتظام، بمنهجية. لم يعد يكفي الشعار ولا العنوان. الشعار حضرتك ملتحي والأخت منقبة، مش لم يعد كافيا. هذا الأمر لابد وأن يكون الإسلام والإيمان والإحسان الفهرس ده قدام عينيك كل يوم بتقرب له أكتر، علما وعملا، أنت ومن معك، وتدعو إليه دعوة إلى الله عز وجل، وتصبر عليه وتثبت. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل.